مساء الخير. أود أن أرحب بالضيوف الدكتور الأستاذ إسماعيل فهد إسماعيل، وهو أشهر من أن يعرف، كاتب وروائي كويتي حاصل على بكالوريوس أدب ونقد من المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت، وعمل في مجال التدريس. يعد المؤسس لفن الرواية في الكويت، وأصدر 27 رواية، ووصلت روايته السبيليات إلى اللائحة القصيرة في جائزة البوكر، وهو صديق الملتقى ونعتز بصداقتك. أهلا وسهلا بك. كذلك أعرف بدكتور حمد الحمادي، أهلا بك في الملتقى ضيفا عزيزا علينا. أنت كاتب وروائي إماراتي، حصلت على جائزة أوائل الإمارات عام 2016 التي أطلقتها حكومة الإمارات، بوصفك أول من دشن الأدب السياسي محولا إياه كمان بعدين فيما بعد إلى مسلسل تلفزيوني أخذ الكثير من الضجة الإعلامية وحرد المشاعر والشجون، وسوف نتكلم عن ذلك. أهلا وسهلا بكم في الملتقى. أستاذ إسماعيل، أنت كأديب وروائي، عندما تكتب الرواية هل يشغلك النص بأن تكتبه بطريقة تتحول فيما بعد إلى سيناريو وإلى ذهاب به إلى الدراما، أم أنك تكتب نصا فحسب؟ أولا أنا سعيد بوجودي في الملتقى للمرة الثالثة، وسعيد أيضا بهذه الاحتفالية الرائعة في معرض أبو ظبي للكتاب. فيما يخص العلاقة هذه بين الدراما والنص الأدبي، لعله من المفارق أنه أنا مررت بكل هذه التجارب، يعني بدأت بكتابة الشعر، ثم المسرح، القصة القصيرة، الرواية، السهرة التلفزيونية، المسلسل الإذاعي، المسلسل التلفزيوني الطويل 30 حلقة و 60 حلقة، الفيلم، يعني سيناريو الفيلم الروائي، سيناريو الفيلم التسجيلي، وكتابة الرواية والقصة القصيرة والنقد وإلى آخره. في أمر حقيقة، يعني وأنا أصر على أن أطرح هذا الرأي، يعني متى ما تحول الروائي إلى كاتب تلفزيوني انتهى روائيا. متى ما وضع في ذهنه أن هذا العمل سيتحول إلى مسلسل تلفزيوني دخل إلى المشهدية، والمشهدية هي قد تلامس السردية لكنها ليست السردية أبدا. صحيح. ليست الرواية. صحيح. لهذا أنا يعني حينما تصديت لكتابة مسلسلات تلفزيونية، والبعض منها أخذ جوائز حتى لأسباب مالية فقط، لأن التلفزيون يعطي فلوس كثير، لكن بعد ذلك أي رواية تكتب بعد المسلسل التلفزيوني فهي رواية فاشلة وقد لا تطبع، وإن طبعت فلن تلقى صدى يعني محترم لدى المحترفين من القراء أو النقاد. يعني هناك أمر أيضا برأيي الشخصي، أيضا مهما كانت الرواية ناجحة وفيها جانب مشهدي، لا الحق أن تتحول إلى عمل مرئي، بس يا ريت يكون سينمائي، لأنه السينما أقرب تماما إلى الرواية. وأعتقد أيضا أن اشتغال الروائي على سيناريو سينمائي يغنيه ولا يفقره إبداعيا كما يفعل التلفزيون، لأن الكتابة للتلفزيون كتابة تراكتر مواصلة بشكل يومي، المنتج واقف ينتظر متى يخلص المسلسل، بدي اياه يستلم 1500 صفحة خلال 3 إلى 4 شهور. في حين يعني انا اشتغلت سيناريوهات سينمائية، السيناريو يعني يمكن ان يكون 100 صفحة بس ياخذ سنة من العمل، وكأنما هو ايضا رواية ذات ابعاد خاصة. نفس الامر يعني ينطبق على العمل المسرحي. يعني أنا كتبت المسرحيات، وتذكر أول مسرحية أنجزتها سمع فيها المخرج
المسرحي الكويتي منصور المنصور، فزارني في البيت وقال أريد هذه المسرحية، فقلت له هذه المسرحية تقرأ ولا يتم إخراجها، لن تستطيع. قال تتحداني؟ قلت له أبدا، هذا النص. أخذ النص ورجع بعد شهر قال لي كلامك صحيح، هذه تقرأ تشاهد كأنها أخرجت، لكي تخرج تعاد كتابتها. أيوة. دكتور حمد، بالأمس استقبلنا محمد الحمادي، وكأن عائلة الحمادي أخذت على عاتقها هم الوطن. ناقشنا معه كتاب خريف الإخوان، ووجدنا أنك حين تناولت كتاب، حين كتبت رواية ريتاج، كان همك أيضا أن تكشف ولأول مرة وكأننا نتخطى الحدود أو الخطوط المرسومة لنا، وكأنك تحكي بتابو لم يكن مسموحا قبله الكلام عنه في هذه الرواية، عن وجود هذا التنظيم الإسلامي المختبئ بيننا ومنا في المجتمع. ثم تحولت الرواية إلى مسلسل تلفزيوني أخذ ضجة وحرك الشجون والمشاعر الوطنية. ماذا كنت تفعل عندما كتبت ريتاج؟ هل كنت تؤسس لتتحول هذه الحكاية المغلقة بين دفتي كتاب إلى شيء معلن؟ يعني نفس سؤالي لأسيس معيل بقالب آخر. بداية سعيد بالتواجد في الملتقى للمرة الأولى، مش المرة الثالثة نفس الأستاذ إسماعيل. بالنسبة لرواية ريتاج كنت بدي أعطيك هيدا أستاذ. بالنسبة لرواية ريتاج لما بدأتها وإلى أن أنهيتها ونشرتها لم يكن من المخطط أبدا أنها تحول إلى أعمال تلفزيونية، إلى عمل درامي. أنا شخصيا يعني بعيد تماما عن الدراما، أستطيع القول أن قبل رمضان الماضي، قبل مسلسل خيانة وطن، يمكن صار لي أكثر من 10 سنين لم أشاهد مسلسلات، فبعيد تماما عن هذا الجو. تطرق رواية ريتاج إذا إن صحت تسمية أن تابوه غير يعني متطرق لها سابقا، أنا أعتقد أن الرواية طرحت قضية يعني موجودة ممكن أي حد يكتب عنها. أنا ضد موضوع وجود خطوط حمراء صارمة في الرقابة في دولة الإمارات. أؤكد للجميع أن الرواية التي تم تسليمها للجهة المعنية في الرقابة في الإمارات عادت لي بنفس الكلمات بدون تغيير أي كلمة من هيكلها. لما بديت أكتب كان هناك تحفظ داخلي لدي يعني من ذكر بعض الأمور، بحكم أن الرواية تتطرق إلى موضوع سياسي. فعلى سبيل المثال، هل أملك الحق أني أذكر مثلا مسمى جهاز أمن الدولة الخاص بالدولة في هذه الرواية؟ كان قراري أني أذكر اسم هذا الجهاز على اعتبار أنه مؤسسة حكومية بعيدة عن الصبغة يمكن اللي كنا نشوفها في المسلسلات القديمة المصرية، بالأخص عن دور الأمن والصورة الظلامية لهذا الجهاز. اعتبرت أنه جهة حكومية لها دور مثل أي جهة حكومية أخرى، وقلت إذا راح تنحذف راح تجي من الرقابة، يعني أخذت حريتي في موضوع الكتابة. وكانت النتيجة أنه لا توجد هناك يعني سياسة معينة في المجلس الوطني للإعلام تمنع التطرق لمثل هذه الأمور. كنت سعيد بذلك، ويمكن هذا الشيء سبب يعني نوعا ما إقبال جيد أعتبره على الرواية، إلى أن تحولت إلى مسلسل بدون خطة يعني مسبقة مثل ما ذكرت. تابع هذا المسلسل ملايين المشاهدين، الأطفال لعبوا في حاراتهم يرددون اسم المسلسل، 120 ألف تويتر كانت تتكلم عن خيانة وطن. دكتور إسماعيل، إلى أي حد يمكن أن يكون الروائي
كاتب مؤثر. نحن تكلمنا في الماضي عن الكاتب أو الروائي المؤرخ، والآن نحن أمام، لأننا اليوم نتكلم عن تحويل النص الروائي إلى دراما، نتكلم عن الكاتب والروائي المؤثر. كان يجب أن يكون معنا الدكتور حبيب غلوم الذي له باع طويل كمان في المسرح وفي النقد المسرحي، لكي يتكلم عن التجربة كمان، لأنه كان ضمن هذا المسلسل. للأسف لم يأتي. بقى وجه السؤال لحضرتك أستاذ إسماعيل. لا بأس، وإن كان هذا سؤال معقد ويحتاج إلى تأمل قبل الإجابة عليه. رأي شخصي أطرحه أولا، يعني الكاتب الروائي بالذات إذا أراد أن يكون مؤثرا فعلا فعليه أن يكون معاصرا، يلاحق الحدث الآني. لكن هناك أمر آخر، أن هذه الملاحقة الآنية تقتل هذا الإبداع أو الأدب بعد سنة أو سنتين، بعد زوال الحدث أو آثاره اللاحقة. يعني أنا في أول يعني أول سنة الحرب اللبنانية كنت في بيروت، وكتبت رواية الشياح يوميات الحرب، طبعت 7 طبعات في بضعة أشهر، ثم اختفت حتى اليوم ما طلعت مرة ثانية. الشياح اسمها الشياح، وحين أسأل منطقة الآن سوري بعتذر، منطقة في بيروت في الضاحية الجنوبية. كنت أنا هناك في سرداب وعشت 40 يوم خلال حتى تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني الأولى يعني. فبالتالي يعني حين نكتب عن الحدث في حينه نجد استجابة فورية من القارئ، من المتلقي، من الساحة، من الإعلام، لكن بعد سنتين بعد 3 يموت هذا. لهذا يعني تأمل الحدث بعد مرور سنوات بعد مرور زمن يعطي يعني يمنح المبدع أو الكاتب مجال للتأمل والرؤية والتعامل مع يعني ينفصل عن انفعاله، أن لا تكون الكتابة انفعالية. يعني اللي نلاحظه الآن أنه أنجح الأعمال الإبداعية والروائية هي تاريخية، هي التي تعود إلى مئات السنين أو زمن الحدث، وربما يعني حتى نجيب محفوظ كتب عن الزمن الفرعوني، عن العصر الفرعوني. الرواية الآن التي فازت في البوكر تتكلم عن ابن عربي ما قبل قرون يعني، وهكذا فعل عزازيل أيضا التي فازت بثانية البوكر كانت تتكلم عن العصر الأول للإسلام والصراع ما بين المسيحية أيضا بأجنحتها المختلفة. فبالتالي يعني كلما أخذنا حدثا راكزا وثابتا ويعني تأكدت لنا جوانبه السلبية والإيجابية والموقف منها، كلما كان الكاتب في منأى من الانفعال، في منأى من التفاعل، وبالتالي العاطفية يعني الحدث الآني وانعكاسه قد يؤدي إلى نجاح كبير وقتي، لكنه سرعان ما يزول بعد سنة أو سنتين ويتلاشى تأثير هذا العمل، ولا يبقى يعني لا يضاف إلى الأدب الخالد الباقي على المدى البعيد. يعني السؤال موجه لحضرتك دكتور حمد، بما أنه حضرتك تناولت ظاهرة في المجتمع الإماراتي، وإذا كنا نريد أن نتابع ما قاله أستاذ إسماعيل، هل هذا الحدث هو آني وأنت أججت النفوس والوطنية في القلوب، أم أنه سيبقى حدثا مؤثرا في المجتمع وحدث ممتدا وليس عابرا، يعني تعقيبا على ما قاله؟ أنا طبعاً أؤيد كلام الأستاذ إسماعيل. حدث التنظيم السري للإخوان المسلمين، حدث التنظيم السري للإخوان المسلمين في دولة الإمارات، القضية ليست قضية حكم فيها في 2013، مثل ما شفنا يمكن في المسلسل خيانة وطن وفي رواية ريتاج. القضية في دولة الإمارات بدت في بداية السبعينات منذ تأسيس الدولة. هناك الكثير أو بعض المواقف اللي تم طرحها في الرواية وفي المسلسل تعود إلى حقبة السبعينات والثمانينات والتسعينات،
تدرجا إلى أن وصلنا إلى عام 2013. يعني أقدر أقول أن ما نتكلم عن حدث لحظي، لكن نتكلم عن قضية امتدت على مدى تقريبا 40 سنة في دولة الإمارات، وما زالت مستمرة بحكم أن هناك هاربين خارج الدولة ما زالوا يقومون بالأعمال التي يعني حكم على زملائهم بخصوصها. القضية مستمرة. كان هدفي أساسا مثل ما أنت ذكرتي الوصول إلى فئات قد يعني لا تقرأ الأخبار الرسمية الصادرة عن وسائل الإعلام الرسمي، والفئات التي لا تهتم بالأفلام الوثائقية إن صح التعبير. فيجب الوصول إلى فئات المجتمع عن طريق الانترتينمنت أو الأعمال الترفيهية، سواء عن طريق الرواية وعن طريق المسلسلات، الأفلام الإذاعية مثلا، المسرحيات، لإيصال القضية لجميع فئات المجتمع. استاذ اسماعيل، كثيرا ما شاهدنا أفلام عن لي روايات قرأناها وقلنا بعد مشاهدة الفيلم ليتنا لم نشاهده، لأنه قتل في داخلنا ذاك الخيال الذي كان يجمعنا بالنص، وتلك المساحات التي تركها النص لنا كي نجوف في ساحته. جاءت الصورة، حركت النص ووضعته أمامنا عاريا لنشاهده على حقيقته. أحيانا يخيب الظن لأن الخيال يكون أجمل بكثير من الواقع. ما الفرق بين الروائي والسيناريست؟ ما الذي يفعله السيناريست في النص الأدبي الجميل كي يجعلنا نخرج من قاعة السينما أو من أمام التلفاز غير منسجمين؟ أنا لا أقول أن كل السيناريست يفعلون ذلك. أسامة أنور عكاشة أبدع في مسلسلاته مثل ضمير أبلة حكمت ومثل مسلسلات كثيرة، بس كان النص مكتوب على يده منذ البدء، بينما أنا أتكلم يعني الآن عن تحويل النص الأدبي على يد السيناريست، وحتى لا نحظى بالدهشة التي نحظاها في النص. شكرا. أيضا سؤال ثاني معقد. طبعا هناك مبدعين اشتغلوا على السيناريو، ذكرتي أحدهم رحمه الله، وهناك أيضا محفوظ عبد الرحمن أطال الله بعمره، وهناك بشير الديك في مجال السينما. سئل يوما ما نجيب محفوظ حينما كان حسن الإمام يتصدى لرواياته فيخرجها بشكل شعبي جدا ومسطح حتى، ويأخذ الخط العاطفي فقط، فقيل لنجيب محفوظ لماذا ترضى؟ قال والله يعني حسن الإمام بيجيب لي ناس جدد يأتون يشترون الرواية، وأنا ما لي شغل، إذا يعني أنتوا شوفوا العمل ما يعجبكم اكتبوا عنه السينما. الإشكال هو أن هنا جنس أدبي إبداعي وهنا جنس فني إبداعي آخر. صحيح السينما منذ أن بدأت يعني نهضت على أكتاف العمل الروائي السردي، ولا يمكن أن تستغني عن العمل الروائي السردي، لكن إلى أي مدى يستطيع كاتب ما سيناريو أو مخرج ما يتصدى لعمل معين أن يكون أمين بحيث يضيف إلى العمل الروائي؟ يعني أنا شاهدت بعض الأفلام السينمائية وجهتني لقراءة الرواية، يعني أتذكر في 85 كنت في لندن ولفت نظري يعني إعلان سينما سين كونري ويمثل فيلم تاريخي. أنا سين كونري أحبه لأنه جيمس بوند، وأنا أحب أفلام الأكشن. دخلت فشاهدت الأمر آخر تماما، هناك دير وهناك جريمة وهناك صراع وهناك قضايا ذات طابع ديني وهناك أشياء متصلة بالأيديولوجية الكاثوليكية في وقتها وطغيانها، مصادرتها لحرية الفكر ومنعها لقراءة كتب معينة، حجزها على آخرين. لما طلعت من السينما بحثت عن اسم المؤلف مين، فيومها تعرفت على أمبرتو إيكو وبديت أبحث وأقرأ رواياته. لما تتكلم عن اسم الوردة، ما هي اسم الوردة؟ The Name of Rose.
في حينه لما قرأت الرواية لم يعني يتبادر لي أن الفيلم أساء للرواية أبدا، بعضهما يكمل بعض الآخر. قرأت المريض الإنجليزي رواية ثم شاهدت فيلم، فشفت الفيلم أعمق وأجمل وأبعد لدرجة أني شاهدته مرة وثانية وثالثة. في حين كل الروايات العظيمة لأرنست هيمنغوي حينما عملت أفلاما سطحت كما سطح حسن الإمام أعمال نجيب محفوظ. كمان سؤال موجه لحضرتك دكتور حمادي، إلى أي حد لعب السيناريست في روايتك؟ يعني عندما شاهدت المسلسل هل قلت لنفسك تشوهت الحقيقة، كان يجب أن يقول هكذا، كان يجب أن يحذف هذا المشهد التصويري، أو هل هذه المشاعر التي وصلت؟ ماذا كان موقفك من المسلسل بعبارة أوجز؟ بداية يمكن معلومة مش كل حد يعرفها، كان هناك كاتب سيناريست آخر غير عن الأستاذ إسماعيل عبد الله بدأ بكتابة المسلسل، تقريبا كتب حلقتين، لكن بعد قراءة الحلقتين أنا شخصيا حسيت، وأيضا الأخوة في تلفزيون أبوظبي حسوا أن ما في تناغم بين الرواية وبين الحلقات المكتوبة، فتم الاتفاق للانتقال إلى كاتب سيناريست، إلى كاتب سيناريو آخر اللي هو الأستاذ إسماعيل عبد الله. أنا أعتقد أن الكاتب الروائي يملك الرواية فقط، بمجرد أن وافق على تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني تخرج من يده. لكن الأخوة في تلفزيون أبوظبي أعطوني بعض المساحات اللي أقدر نوعا ما أبدي بعض الملاحظات فيها، مع أن كنت مقتنع تماما أني أنا خلاص كتبت الرواية وتعرض تلفزيونيا كما يريد لها كاتب السيناريو. كان هناك يمكن اتفاق بيني وبين الأستاذ إسماعيل عبد الله، وعلى مراجعة جميع الحلقات أبديت بعض الملاحظات اللي تم أخذها بعين الاعتبار، وأبديت بعض الملاحظات اللي تم تجاهلها نوعا ما، لكن كانت نظرتي أن أهل الدراما أدرى بعملهم، فما حبيت أدخل في جميع التفاصيل. لكن بشكل عام الرواية أو المسلسل أخذ يعني خط الرواية بشكل واضح. كان هناك اتفاق على بدء المسلسل من نهاية الرواية لأسباب متعلقة بالجمهور وبالدراما، ووافقنا على هذا الموضوع. في أمر متعلق بالصورة، مثل ما أنت ذكرت أن يعني معظم القراء لأي رواية يعتقدون أن الرواية أفضل من الفيلم أو من المسلسل. أنا أعتقد أن الرواية تقارن برواية أخرى، والمسلسل يقارن بمسلسل. من الظلم أن يعني نقارن عمل أدبي مكون من 300 إلى 400 صفحة بمسلسل مكون من 1500 صفحة. وصف أيضا الأماكن في الرواية، أنا أحد الملاحظات اللي وصلتني قبل بث المسلسل، كنت أحيانا أبعث بعض صور التصوير لبعض الأصدقاء، فقالوا لي إن لا، إحنا تخيلنا إن منزل والد ريتاج بطريقة معينة، يكون بسيط ما يكون هذا، تخيلنا المكتب بطريقة معينة، فتخيلاتهم مبنية على الجرو، لكن بالنسبة للمسلسل يمكن أن النقطة الضائعة في الموضوع أن المخرج والمسؤول عن الديكور كان لازم يكون ملم بالرواية عشان ينقلها، مش بس كاتب السيناريو، لأن كاتب السيناريو يكتب الأحداث ويصف بعض الأماكن، لكن وصفها بدقة يقع على يعني مسؤول الديكور والمخرج نفسه يعني عمل مسلسل يضاهي الرواية بتفاصيل أدق. فإذن على الكاتب أن يتدخل في إخراج نصه إذا استطاع. طبيعي مش من حقه، لكن أنا أقدر للأخوة في تلفزيون أبوظبي إعطائي يعني مجال في هذا الأمر. أيضا هكذا فعلت الكاتبة والروائية أحلام استغانمي في مسلسل ذاكرة الجسد، عندما خرج كمسلسل تدخلت في الإخراج وتدخلت في اللباس حتى خرج بالطريقة التي أرادتها مناسبة له. من الأكثر تأثيراً أستاذ إسماعيل، الدراما أم الأدب؟ أنا بس أريد أن أبدي ملاحظة،
وإذا كنت مخطئ أرجو أن تصححونها لي. يعني في الأدب الغربي الأمريكي والأوروبي مئات آلاف الروايات العظيمة والناجحة، نراها تتحول إلى أفلام، هناك مسلسلات تصل إلى مئات الحلقات، لكني يعني طوال المتابعة هذه وأنا دائما أتابع الدراما الأجنبية لم أرى رواية حولت إلى مسلسل تلفزيوني، إلا إذا أنا غلطان صلحوني. ساق البامبو حولت إلى أجنبي، عفوا فكرت عربي. لا أنا أتكلم عن الأجنبي. عفوا باتس. أنا برأيي الرواية فيلم، إذا أريد لها أن تحول إلى جنس فني آخر فالفيلم هو الذي يستطيع أن يحتويها، لأن الرواية مثل ما أشار يعني صديقي وزميلي الجميل صفحات محددة تقرأ بزمن محدد، السيناريو السينمائي يتطابق مع العمل الروائي، أيضا العمل الروائي الطويل السينمائي السيناريو السينمائي يتراوح ما بين 200 إلى 300 صفحة، وقد يصل إلى 300 إلى 400 مشهد سينمائي، فهناك نوع من التطابق في الزمن وفي أسلوب السرد أو القص ما بين الرواية وما بين الفيلم. التلفزيون المسلسل التلفزيوني أمر آخر تماما، لأنه يعني لا أدري، طبعا هناك روايات كثيرة عربية حولت إلى مسلسلات تلفزيونية، ربما الرواية هنا لأن تصدى لها إسماعيل عبد الله، وإسماعيل عبد الله كما أتذكر هو ماخذ الجائزة الأولى بكتابة السيناريو السينمائي وهو مسرحي أيضا، فبالتالي أعاد الاشتغال على الفكرة وعلى النص وكأنه أعاد كتابته من جديد يعني بالتعاون مع آخرين، لكن مثل هذه الفرصة الذهبية لا تتوفر لأي رواية تحول إلى مسلسل تلفزيوني، وعادة ما يساء إلى العمل الروائي التلفزيوني. وفي بعض الأحيان بعض الكتاب أصدقاء يأتي يستشيرني روايتي راح تحول إلى تلفزيون، أقول له شيل إيدك ابتعد تماما، ليقل قصة فلان وانتهى يعني، لأنه إن نجح العمل سيعود لك وإن فشل سيعود على آخرين، أما إذا تدخلت بكتابة السيناريو بمراجعته بما سيعود كل الفشل عليك أنت يعني، فهذا رأيي. دكتور أحمدي، أنت معروف في الوسط الأدبي ككاتب سياسي، هل هذا صحيح أم أن لك كتابات أخرى؟ يعني الرواية السياسية وكأنك أسست لها، هل هذا هو المنحى الذي ستسير فيه ولا باستطاعتك أن تكتب طالما كتبت رواية سياسية من الممكن كتابة رواية اجتماعية أو أي نوع رواية أخرى؟ فإذا أنا بدايتي كانت كتاب يسارا جهة القلب، أعتبره كتاب عاطفي فكري بعيد تماما عن السياسة. دخولي في عالم الكتابة الأدبية السياسية كان لعدم وجود هذا الصنف في بين الكتاب في دولة الإمارات، ووجود قضايا حساسة يجب التطرق إليها أدبيا. يمكن أبغي أعلق على سؤالك بالنسبة للتأثير وهذا بتعقيبا على هذا السؤال، أنا أعتقد أن يعني المسلسل التلفزيوني أكثر تأثيرا لحظيا وقت يعني عرضه، بحكم أن أداة التلفزيون أداة تصل إلى عشرات إن لم يكن مئات الملايين من البشر، لكن أؤمن تماما أن الرواية على قلة جمهورها هي الأبقى. يعني أعتقد أن بعد سنوات يعني يمكن ما حد يذكر المسلسلات تشاهد بعدد قليل جدا على اليوتيوب، لكن الكتب هي التي تبقى على مر الزمن، وهذا الأمر يعني في جميع المجالات مو بس في يعني في الأمور السياسية. شاهدنا كثير من المسلسلات توافد عليها الناس لمشاهدتها نظرا لشهرة الكاتب الذي كتبها، من الذي يعطي شهرة للآخر؟ الكاتب المشهور يعطي الشهرة لمسلسله أو المسلسل يعطيه الشهرة؟ يعني يتوافد المخرجون للحيز بموافقة كاتب مشهور تحويل عمله إلى الدراما. برأيك أستاذ إسماعيل، من الذي يعطي قيمة للآخر؟ لا هو بس يعني يقتصر تأثير اسم الكاتب على
يعني العثور على المنتج أو على التمويل فقط. يعني يروح فلان من المنتج الفلاني يعني يأخذ اسم ونص عن كاتب مشهور ويروح إلى جهة ما، محطة تلفزيونية أو جهة رسمية ثقافية، فهنا بس يعني يقف حد العملية التسويقية. بعد ذلك يبقى إلى أي مدى يكون العمل متين ومحكم وجميل ومتآلف بالكاست والممثلين وتوزيع الأدوار لكي ينجح. هنا يختفي دور اسم الكاتب، اسم بس بالبدء بعملية تسويق للعملية الإنتاجية فقط، ما بعد ذلك لا خلاص. عميد الرواية الخليجية، مرحبا. يا مرحبا. شو هالشرف الكبير دائما ويانا، يعني انا احس الملتقى قاعد يرتقي يرتقي يرتقي. صحيح. يا خوفي بعدين ما عندنا سقف يصير. سيدتي يا مرحبا. ما عندنا هيبه نطير الحين. مرحبا فيك اخوي حمد، واهلا وسهلا دكتور، واسعدنا وجودكم معانا. واوجه سؤال لدكتور حمد، هل بصفة عملك بالمجال في الداخلية يعني أثر عليك توجه إلى الروايات مثل خيانات وطن أو رتاج، أن عندك الصلاحية تكتب بالرواية بالكتابات هاي؟ ولا أنا ما أشتغل في الداخلية. لا تواصل في لا لا ما أشتغل في الداخلية، أشتغل في الحكومة. وين؟ المكتب التنفيذي. سوري يعني خربطت بينك وبين حد، سامحني يعني. بس المكتب التنفيذي اعطوك ال لا ما له خص مجال العمل. يمكن هالشيء خلال لقاءات في الجرائد احيانا يذكر مجال العمل لكن بدون استشارتي. انا دائما افضل اني افصل حياتي العمليه عن حياتي الادبيه بشكل كبير. لكن موضوع التطرق الى مثل هذه القضايا الحساسه مثل ما ذكرت، يمكن ان لا اعتقد ان هناك خطوط حمراء مثل التي يعتقدها بعض الكتاب، خاصه في الكتابه عن الامور الدينيه والامور السياسيه. الكاتب دوره انه يطرح وجهه نظره كما يريد، والرقابة دورها أنها تغير إذا كان هناك مجال للتغيير. بالنسبة لي أنا ما صار أي تغيير في النص بعد تسليمه للمجلس الوطني للإعلام. طبعا أنت خيانة وطن يعتبر علامة يعني بارزة في مجتمع الإمارات، لأن أنت أجدت صراحة النص والرواية وأجدت والتمثيل أجاد، يعني أنتوا خدمتوا الوطن في تنبيه الناس إلى فئة الناس غافلة عنها، بلاك تشكر عليها. يعني هاي من الأشياء اللي تخلد في رصيد حياتك. يعني أنا أعتقد أن المجال يمكن صار أوسع لتغيير بوصلة الدراما الإماراتية بعد ما كانت يعني منحصرة على القصص العاطفية والاجتماعية البحتة. متأكد أن يعني معظم القنوات التلفزيونية حتى دبي أو الشارجة أو القنوات الثانية راح تكون لها أعمال سياسية، يعني يمكن مش هذا الموسم لكن يمكن المواسم القادمة، مو بشرط أنها تكون مبنية على روايات سياسية، تكون قصة بحد ذاتها. لكن التغيير بدأ وأعتقد أنه مستمر. بس أنا تفاجأت الحين بالحوار معاكم حضرة أستاذنا العظيم إسماعيل وحضرتك، أن القصص الروايات ما ممكن تتحول لمسلسلات. أنا كان كل تفكيري أن أي رواية ممكن تتحول لمسلسل أو فيلم، يعني هاي معلومة جديدة اليوم عرفناها. وكنا نحن دائما في صالون الملتقى نقرأ مقاربة بين الرواية والفيلم، يعني يكون عندنا دائما مثل ألبرتو إيكو اسم الوردة متفضل حضرتك، عندنا القيشة كانت الوحيدة اللي ظلمت الرواية لزمن الحب في زمن الكوليرا، هي الوحيدة اللي أعتقد الفيلم ظلم الرواية أفضل. يعني هاي دائما القارئ يكون عنده حب استطلاع إنه يشوف الفيلم ويشوف الرواية، يعني ويحب المقارنة بينهم. يعني هو يعني الرواية تصلح تماما لأن تكون سيناريو فيلم، وتظلم إذا حولت إلى مسلسل تلفزيوني. هي معلومة جديدة. إلا إذا يعني صدى لها واحد جميل مثل إسماعيل عبد الله يعني وعمل السيناريو. هنا اختلف الحال يعني، لأنه محترف يعني. استاذ احمد علي الزين، اهلا وسهلا. مرحبا فيك. مرحبا. بشرفنا وجودك بالملتقى، وانت المشرف على الصفحات الثقافيه والانسان المثقف الذي نعتز به في لبنان. يا ريت تعلق على اللي سمعته، لانك في خضم هذا الجو الثقافي بين الادب والدراما. شكرا سيدتي. انا قلبي بيكبر كل ما فتت على مطرح فيه احتفال بالمعرفة.
منسوب الأمل عندي يرتفع وبيخف، منسوب الضغط بينزل من الأحزان. فهذا العرس الإماراتي الحقيقة السنوي بالاحتفال بالمعرفة بيفتح لنا أكثر من نافذة على الأمل، خاصة هذا العام تحديدا في احتفال بابن عربي هذا الكبير الذي يعلمنا العشق والحب ويفتح لنا معنى العلاقة بالوجود، معنى العلاقة بوحدة الوجود ووحدة الحي أي كل كائن حي الذي هو الذي يجمع بين الإنسان والحيوان والعشب هذا العظيم. ثم الشيء الآخر، ونحن ندخل بوابة المعرض تستقبلنا الصين 1,200,000,000 بيستقبلونا بأبو ظبي، شيء عجيب يعني هذا، أنه وهذا أيضا انتباه ذكي لهذا البلد العظيم، لهذا الشعب اللي عنده حضارة ضاربة في التاريخ. ولأن كذلك ربما الرسول في حديث منسوب إليه على ما أظن أطلب العلم لو كان في الصين، فأبو ظبي والإمارات بشكل أتت بالصين إلينا هنا، كذلك هذا الملتقى وسواه من المنتديات التي ترافق أيضا تجعلنا على الكثير من الأمل والحب. وأنا أثني على ما قاله الكبير أستاذ نعم، الحقيقة العمل الروائي كما قال يظلم، إذا باللبناني بنقول بيتمغط بمغطوه بيعملوا مسلسل 30 حلقة بيفقد معناه. هي حتى الرواية أحيانا إذا ما كان مخرج قارئ مش بيقدروا يقرأ الرواية فقط، قارئ يعني يفهم معنى القراءة والكتابة، أيضا يفشل في تحويل العمل الروائي إلى فيلم ناجح. فكيف حال إذا كان يعني بده يعملوا مسلسل من 30 حلقة؟ هلأ ربما هناك مخرجين على قدر من الذكاء يعني فين يتدخلوا ويمغطوا العمل شوي، بيحافظوا شوي على الجوهر، ومثل ما قال ربما يكون لصالح الكاتب ولصالح المسلسل في آن واحد. وهذا ما عندي حتى الآن، وشكرا لكم، وشكرا للأستاذ الشاب الجميل أيضا دكتور قلبنا بيكبر، لأنه فعلا طرق أبواب. أظن أنا فت مؤخر عم يحكي يمكن عن ظاهرة متطرفة في العالم العربي وفي الإمارات أظن كذلك، وهذا شيء مهم الواحد يتناول هالموضوعات بجرأة، لأن هي بتوقف عربة، إذا ما وقفت التاريخ وقفتنا بهذا المطرح بتعود فينا إلى الوراء لآلاف السنين، إلى الكهوف، إلى الظلمات. شكرا، نورت الملتقى. شكرا كثير بروين، لابد من سمع صوتك وأنت الصوت الأجمل. وأحنا في جناء أسماء الصديق. هذه التفاصيل الجميلة حقيقة، شكرا لاستضافة الملتقى لهذا الموضوع، يعني موضوع كثير مهم وحيوي، الأدب المرئي. شكرا لعميد، لأب الرواية الخليجية. بعيدا عن هذه المسميات، أنا أحب أقول الحاضن للثقافة وللتجارب الواعدة في الخليج، وقد رأيت ذلك عن قرب من أستاذي إسماعيل فهد إسماعيل. سؤالي، هناك بون شاسع بين مستوى الرواية في الخليج ومستوى الدراما الخليجية، نحن نتفق إلى حد ما هناك تخلف في مستوى الدراما الخليجية عن نصوصنا وعن الحراك الثقافي والحراك الروائي على وجه التحديد في الخليج. قلت قبل قليل أنك كنت تقول لأي روائي ابتعد عن التلفزيون، هل قلت ذلك لسعود السنعوسي في روايتي ساق البامبو، ونحن يعني صادتنا خيبة أمل كبيرة في المسلسل، ويمكن أساء المسلسل هذا إلى الرواية. بالنسبة لتحويل الرواية إلى فيلم أو إلى مسلسل، في أستاذ في روايات في الغرب حولت إلى مسلسلات في بريطانيا وفي أمريكا، وخصوصا بالمسلسلات الساسبنس أو البوليسية. نجاحها يعتمد على السيناريست. أنا أعتقد بس صحح لي تتفق أو لا، إحنا عندنا مشكلة السيناريست القارئ
السيناريست اللي عنده قراءة، وأنت تعرف الفيلم أو المسلسل هو عبارة عن دراماتيزيشن لأي نص، وأي رؤية هي قراءة، ويبقى النص هو قابل للتأويل ومتعدد القراءات، فهو يكون الأبقى والأقرب إلى قلوبنا. يعني دافنشي كود إحنا ما حبينا الفيلم في المعظم، حتى الحب في زمن الكوليرا ما حبينا الفيلم، العطر اللي باتريك زوسكنت يمكن شوي في يعني في شوفي نتفق ونختلف على حسب العطر. لا العطر قلت انا انتفق العطر، حبيت الفيلم انا، وحتى يعني ممكن داستن هوفمان في بعض الحركات خذانا الى تفاصيل جرونوي في الفيلم. لكن انا سؤالي ان القراءه، هل عندنا احنا سيناريست قارئ يستطيع ان يحول النص الى فيلم في الخليج؟ وهل كنت تفضل ان تتحول روايه ساق البامبو الى فيلم؟ هذه اسئلتي. بالتأكيد يعني، ودار بين أنا وسعود حوار حول سيناريو تلفزيوني، ونصحت سعود أن لا يضع يده داخل العمل بأي شكل، لكن قال سعاد عبد الله طالب ذلك. سعاد يعني هي ملكة الدراما، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يرفض لها طلبا. إلى أي مدى كان العمل ناجح تلفزيونيا أم لا؟ طبعا وجهة نظر، سعود نفسه لا يرى أن العمل يعني، لكن سمع الكثير من الكلام لدرجة الألم حقيقة يعني، وأنا قريب جدا من سعود يعني. وأبقى أنا دائما أنصح كل الكتاب الشباب الذين يعني يشوفون نوع من الجذب للكتابة التلفزيونية، ما دمت بدأت روائيا فأكمل الطريق روائيا. الإشكال هو الطمع بالمردود المالي، والأمر الثاني هو الشهرة أيضا السريعة يعني. فبالتالي يعني كثير من أولادي الكتاب تمردوا على رأيي، هم أحرار. أنا من خلال تجربتي حقيقة يعني حينما كتبت مسلسل وثاني وثالث، بعد ذلك وجدت نفسي لا أستطيع أن أكتب رواية إلا بالشكل الدرامي التلفزيوني، فاعتزلت الكتابة تماما واكتفيت بالقراءة والتأمل سنة كاملة 12 شهر، وأنا المعروف بغزارة إنتاجي يعني عندي 43 كتاب مطبوع، لدرجة أني بعد مرور السنة جئت إلى الكتابة يعني مندفعا. كتبت في حضرة العنقاء والخل الوفي بعد سنة من الانقطاع والتأمل، وأليت على نفسي أن لا أكتب للتلفزيون رغم كل الإغراءات يعني عرض علي سعر 30,000 دينار لقاء عمل مسلسل عن ابن لعبون، واحتشدت واشتغلت المعالجة، وبعدين قلت لا أكتبها رواية بمزاجي ولا أعمل هذا مسلسل تلفزيوني. بس استاذ، لما كانوا يسوون سهرات تلفزيونيه تذكر وسميه تخرج من البحر، يعني الماستر بيس تبع ليلى العثمان، بس هذه سهره، كانت سهره، كان ممكن يعملونها سهره تلفزيونيه بمقاييس التصوير الحالي، لانه سهره هي نسخه اخرى عن الفيلم السينمائي، فيختلف الوضع يعني، اكو توازن ما بين الزمن والحدث، زمن الحدث وطوله مع زمن السهرة أو الفيلم السينمائي. في أسئلة تفضل. خدي تعي لعندي. أوكي. أول شيء أنا سعيدة جدا باللقاء الكاتب الكبير إسماعيل فهد إسماعيل والكاتب حمد الحمادي. أول شيء سؤالي للدكتور حمد، هل تتوقع أنك لو أنك كاتب خيانة وطن في وقت قبل يمكن 6 سنوات أو 7 سنوات كانت راح تلقى الضجة هاي، أو لو حولت وقتها لمسلسل كانت راح تلقى الضجة اللي يعني لقتها الفترة، وليش تغير اسم الرواية في المسلسل؟ بس
كلمة للأستاذ إسماعيل عشان أعطي المايك. أنا أقترح من هذا المنبر أن رواية في حضرة العنقاء والخل الوفي تتحول لفيلم أو مسلسل، ولكن تعطيها لسيناريست يكون مش طيب وينتقم لنا من سعود عهود، لأني مش راضي أبدا بالنهاية أطالب بعقاب لهم. شكرا. دكتور حمادي، بالنسبة إذا كتبت هذه الرواية قبل 6 سنوات، الكثير من أحداثها لن تكون موجودة بحكم أنها يعني رواية مبنية على أحداث حقيقية. الكثير منها حصل في السنوات الأخيرة، ستكون مقطوعة، لكن إذا قلت أنها كتبت بنفس الأحداث قبل 6 سنوات وحولت إلى مسلسل في ذاك الوقت، أعتقد أن الضجة اللي يعملها المسلسل راح تكون مثل ما هي، لأن التنظيم موجود والتنظيم له يعني أحداث رصدت إعلاميا وتوثيقيا في التسعينات والثمانينات وبداية 2000. أما لماذا غير اسم المسلسل إلى خيانة وطن بدلا من ريتاج، هذا الأمر يمكن اتفقنا عليه مع المنتج ومع التلفزيون، مع أن التلفزيون كان مؤيد أن يبقى اسم ريتاج، لكن أعتقد أن مسمى ريتاج يصلح إلى رواية نوعا ما تبدأ اجتماعية وتنتهي سياسية. أما المسلسل نحن يبنى نهاية الرواية وخليناها في البداية، فكانت الأحداث مكشوفة أن القضية عن قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين، فكان يصعب أن نسمي المسلسل اسم عاطفي أو اسم البطلة باسم ريتاج، وتم اختيار اسم خيانة وطن بحكم أن كشف الحقائق كان يعني التحدث عن القضية من أول لحظة، بينما في الرواية التحدث عن قضية التنظيم السري كان من الفصل الثاني تقريبا. سيد إسماعيل، أولا طبعا أنا أحيي الجرأة والشجاعة لكتابة مثل هذا الموضوع بما قد يترتب عليه يعني من مخاطرة، والله الحافظ. الأمر الآخر فيما يخص العمل السيناريو، الإشكال أنه الكتابة الإبداعية فعل ذاتي بالدرجة الأولى، القصة القصيدة الرواية، لكن السيناريو والكتابة للتلفزيون ليست قضية فعل ذاتي، هي علم وتكنيك وتعلم، لأنك أنت رايح تلتقي بعمل فريق فيجب أن تعرف كثير من الأمور. للأسف حتى معاهدنا اللي تدرس المسرح بعالمنا العربي تمر على الكتابة التلفزيونية والسينمائية مرورا هامشيا، ليس هناك نوع من الدراسة الأكاديمية الفعلية المكرسة لتلقي مواهب مؤهلة لأن يعني ينتج عنهم كتاب سيناريست سينما أو تلفزيون ودراما حتى الإذاعية ناجحين فعلا. هذا للأسف مش موجود عندنا. الموجود هو أكو كاتب، خلاص ما دام كتب رواية تعال اكتب لنا تلفزيون، أنت تعرف تكتب. وطبعا مع الظروف المالية للكاتب ودائما هو منتف، ماكو اعتراض أن يدخل بالتجربة. يعني أنا أتذكر على سبيل المثال في 70s وكان لسه أنشئ مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، واتخذوا قرار يعملون قصص خليجية، كل قصة سهرة، فأعطوني أن أحول قصة لسليمان الشطي، حولوا لي هم قصتين واختاروني أنا أحول قصة، فأخذت قصة لسليمان الشطي وكتبتها سهرة تلفزيونية. أتذكر كان فيصل ياسري هو مسؤول الإخراج بالمؤسسة، فأخذها اليوم يوم ثاني اتصل فيني، تعال، رحت له صديقه قال لي يا أخي أنا قرأتها بشوق بس هذه أنت حولتها إلى يعني مطيت القصة، أنت تقول لي هذا يحكي مع صديقه يقول له والله رحت أخطب بنت عمي وعمي ضربني راشدي. يا أخي وريني الراشدي، أنا أريد الراشدي، مش هو يحكي لصديقه، وريني يروح إلى هناك ويضرب. ففعلا يعني هكذا، يعني هذا الدرس الأول اللي تعلمته أنا بكتابة الدراما يعني. وطبعا لا يكفي، يجب أن يكون فعلا إذا أردنا لأن ننهض بالصناعة السينمائية والتلفزيونية بالمنطقة أن تكون هناك دراسة منظمة ذات طابع أكاديمي تأخذ الموهوبين وتصقلهم حتى يكونون مؤهلين فعلا للكتابة كما هو حادث في الدول المتقدمة.
شكرا كثير لهاللقاء الجميل، يعني نريده ان لا ينتهي. فعلا اسعدتنا استاذ اسماعيل. دكتور حمادي، نامل ان نلقاك في عمل جديد اخر، وكل التوفيق، ومثل ما قال استاذ اسماعيل الله يحميك. يعني تسلم. ننتقل الى الجلسه الثانيه وهي مسرح الجيب. شكرا كثير.